نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم استجابة لنداء المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، وهو تنظيم وقفات احتجاجية جهوية على صعيد تراب المملكة. في نفس الوقت يعني متزامنة جات هذه الوقفة كتعبير منا عن الغضب اللي كاين عند الممرضين وتقنية الصحة، لأن الحكومة لا وزارة الصحة لا وزارة المالية لا رئاسة الحكومة قصات هذه الفئة من هذه الحوارات السابقة. ودونك حنا كنطالبوا بأن لا وزارة الصحة لا الحكومة يشوفوا من هذه الفئة ويحققوا لها المطالب ديالها، واللي هي على رأسها رفع الأجر للممرضين في البداية ديالهم 8000 درهم، إخراج مصنف المهني والكفاءات، إعادة النظر في سنوات الترقية، وإخراج القوانين المزاولة المهنة. الممرض ما كيهمش لأنه كاين مجموعة من القوانين، يعني كاين أزمة ديال القوانين التي لا نورمال خاصها تأثر المهنة، واللي باقي ما خرجتش لأرض الواقع، يعني باقى في إطار النقاش لأولها نورمال خاصك واحد المصنف الكفاءات والمهن اللي راه باقي أصلا في نقاش مع الوزارة. أصلا خاصنا هيئة، لهذه الهيئة هي اللي قادرة باش أنها تدافع على الحقوق ديال الممرض، وقادرة على أنها توضح من أين تبدأ هذه المهام وأين تنتهي، يعني من غادي نعرفوا المهام ديالنا أين تبتدي وأين تنتهي فلا نعاني من التهميش، وهذا تكون اون فالوريزاسيون ديال المهام اللي كنقوموا بها. المطلب الأساسي هو العدالة الأجرية لحد الآن، اللي هو المطلب ديال 8000 درهم، ومطلب التعويض عن الأخطار، يعني يكون تكافؤ في التعويض عن الأخطار مع فئات أخرى، مصنف الكفاءات والمهن، مطلب الهيئة، والعديد من المطالب الأخرى يعني اللي راها في طور نقاش مع الوزارة. غير هي هذا المطلب هذا دارت الموقع الوقف على ودو على هذه المرحلة، نظرا للأزمة اللي كيعرفها المغرب والأزمة ديال التضخم اللي كاينة. دونك الممرض كيعاني في صمت، وما كيقدرش يعني كنقولوا يعيش في ظروف صعبة. هاد الوقفة هي أبسط تجسيد لهاد المشاكل وهاد الصعوبات اللي كيعانيها. صالير ديال 6000 درهم يعني نظرا للضغوط المعيشية اللي كاينة، وال يعني كنقولوا لي زامبيغاتيف الأولى مفروضين، يعني الممرض راه مواطن أولا وقبل كل شيء، يعني ولادو راه كيقراو خاصو يقريوهم خاصو الكرا خاصو، يعني هاد الصالير هذا راه ما كافيش نهائيا، يعني أقل إيمان 8000 درهم وستكفي أم ستكفي. الرسالة للوزير الصحة هو أن هذا الممرض راه هو كنقولوا اللبنة الأساسية في هذا النظام، راه هو اللي كقدم 80% من العلاجات التمريضية. كنتمنى يتم إنصاف هاد الفئة اللي راها كتعرض لتهميش كبير واللي قدمت تضحيات كبيرة، فيعني العدالة الأجرية هو مطلب بسيط جدا جدا مقابلة لهاد التضحيات، اللي كنتمناو أنه يتنفذ، وأن زعما قادم الجلسات ديال الحوار الاجتماعي يكون مطلب أساسي، ويكون استجابة، وتكون كنقولوا نوايا حسنة من الوزارة لأنها تصلح الوضعية ديال هاد الفئة.